بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل عبادته شرفا للعابدين وطاعته عزا للطائعين ومحبته فوزا وسعادة للمحبين. أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا حد لغايته ولا أمد لنهايته، يفوق حمد الحامدين ويربو على شكر الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر والحكم والقهر، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالطريقة السواء والشريعة السمحاء والملة الحنيفية الغراء، فدعا إلى الله على بصيرة وعبده عبادة المحبين المشفقين، وواصل سير الهداية حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها المشايخ والإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في ظلال حبه وفي هذه الليلة الغراء وفي هذا المسجد الشريف الذي نرجو أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه وأن يجعله محراب عباده ومنبر دعوة ومركز إشعاع، وأن يوفق القائمين عليه لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يبارك لهم فيما أنفقوا وفيما أبقوا، إنه تعالى على كل شيء قدير. هذا ولا ريب أن كلمة الحب كلمة رقيقة شفافة لها أثر في النفوس، تتغلغل في أعماقها وتستولي عليها، والناس متفاوتون في حبهم بحسب تفاوت هواهم، فلكل محب محبوبه، وشتان بين محبوب ومحبوب، فمن الناس من يحب هواه ويركن إليه حتى يدعه في الهلاك دعا والعياذ بالله تعالى، ومن الناس من يرقى في درجات الحب فيخلص حبه لله سبحانه وتعالى الذي خلقه فسواه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ومن حبه لله سبحانه وتعالى تكون محبته لرسله ومحبته لأوليائه، ويكون انسجامه مع إخوانه المؤمنين. وإذا كان الناس متفاوتين في حبهم فإنهم عادة يجمع بينهم جامع في الحب، ذلك لأن حب الإنسان لغيره إما أن يكون بسبب تفوق ذلك الغير، فالناس بطبيعة الحال ينظرون إلى المتفوقين نظر إعجاب وإكبار وتقدير وإجلال، ولذلك يمحضونهم الحب بسبب هذا الشعور الذي يؤثر في نفوسهم. وقد يكون الحب بسبب ما يقدمه المحبوب للمحب، فيكون ذلك الحب ثمناً لذلك الإحسان الذي
يقدمه المحبوبون. ولا ريب أن الإحسان يمتلك القلوب ويؤثر على الناس تأثيرا بالغا حتى يحولهم من منهاج إلى منهاج. وإذا كان هذا هو منشأ الحب في الغالب، فإن الله سبحانه وتعالى أولى بأن يكون حبه يفوق كل حب. فمن حيث اتصافه سبحانه وتعالى بالكمالات فإنه لا نظير له، إذ هو الخالق القادر العليم بكل شيء المسيطر على كل شيء دق أو جل. فلذلك كان أولى بأن يحب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذا الوجود. الوجود لم يكن شيئا يذكر بأسره، وإنما أخرجه الله سبحانه وتعالى من العدم إلى الوجود. وإذا كان هذا الوجود بأسره صنع الله عز وجل، فما بالك بعظمته تعالى؟ إن عظمته لا تكتنه، وقدرته لا تحد، وعلمه لا يتصور. فقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل ذرة من ذرات هذا الوجود قدرة، وهو عز وجل مصرف كل شيء في هذا الكون. فلولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكون لما قرر له قرار، إذ لو تخلى عنه في أقل من ثانية لما بقي له قرار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض، كيف يمكن بقاء هذا الكون على ما هو عليه؟ فهذا الكون كما تعلمون مترامية أطرافه، متباعدة جوانبه، وقد جعله الله سبحانه بمثابة الشيء الواحد، من حيث إنه يؤلف بينه نظام واحد ويجمع شتاته، فهو يسير في منهاج معين ويتحرك حركة متناسقة، بحيث لا يكون هنالك أي نشاز ولا أي اضطراب بين جوانبه في حركاته. فإمساك الله سبحانه وتعالى لأجرام هذا الكون هو الذي حفظها وحفظ وجود كل شيء. ولو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن هذه الأجرام لتهاوت ووقع بعضها على بعض، ولما بقي وجود للإنسان في هذا الكون قط، إذ الإنسان إنما هو يقر في جزء يسير من هذا الكون، يقر في هذه الأرض التي ترتبط بنظام الكون بأسره. هذه الأرض لو نظرنا إلى قدرها في هذا الكون لوجدنا قدرها شيئاً يسيراً، ولكانت تافهة بهذه المقاييس، ولكن الله سبحانه وتعالى عظم من شأنها لأنها جعلها مهبط رسالاته، وهي مقر استخلافه للإنسان إذ استخلفه فيها، وجعلها متناسقة حركتها مع حركة الوجود بأسره، ولربما يقال بأنها مركز الوجود. هذه الأرض لو نظرنا إلى مقدارها بحسب مقاييس الكون لوجدناها لا تساوي شيئا، ذلك لأن هذه الأرض لو قسناها بسرعة الضوء فهي لا تزيد عن سبع ثانية،
الضوء في المناطق الاستوائية يمكن أن يلف بهذه الأرض ويدور عليها في الثانية الواحدة 7 مرات. هذا الضوء هو مقاييس هذه الأبعاد، فلننظر إلى هذه الأبعاد، أبعاد هذا الكون بمقاييس الضوء. وجدنا أن أبعد مجرة اكتشفت أخيراً تبعد عن هذه الأرض بسرعة الضوء بينها وبين الأرض 13 ملياراً من السنوات الضوئية، بحيث لو انطلق شيء بسرعة الضوء من هذه الأرض إلى تلكم المجرة لوصلها بعد 13 ملياراً من السنين الضوئية، مع أن الضوء في الثانية الواحدة يقطع 100,086,000 ميل و300 ميل، أي 300,000 كيلومتر. هذه سرعة الضوء في الثانية الواحدة. ولو انطلق شيء من هنا إلى تلك المجرة بسرعة الضوء لوصلها بعد هذا القدر من السنين. وقد جعل الله تعالى هذا الكون كله بهذه الأبعاد مترابطاً برباط واحد. هذا الرباط هو الذي يشد بعضه إلى بعض، وهو رباط الجاذبية التي جعلها الله سبحانه وتعالى صمام أمان لهذه الكائنات إلى أن يأذن بانتهاء هذا الكون عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى. وذلك الذي يشير إليه قوله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فانتثار الكواكب إنما يكون من أيام الجاذبية حتى يقع بعضها على بعض وتدك الأرض دكا دكا. فالله سبحانه وتعالى الذي حفظ هذا الكون وأجرى كل شيء منه في قراره، أليس هو أولى بأن يعظم ويحب لأنه حفظ هذه الكائنات بأسرها، ولأنه ذو السلطان المطلق في هذا الكون الواسع؟ ثم إذا نظرنا إلى خلق الإنسان نجد أن خلق الإنسان خلق معقد، خلق عجيب، ولكن الله سبحانه وتعالى يسره وجعل التناسق بين جوانب الإنسان المختلفة. فالإنسان فيه روح وجسم وعقل وقلب وضمير وغرائز، ولكل من هذه مطالبها. نحن لا نستطيع أن نخوض في عالم الروح لأنه من أمر ربي كما قال سبحانه وتعالى، فعلينا أن نقف في حدودنا. ولو جئنا أيضا نتحدث عن الجوانب النفسية لوجدنا الجوانب النفسية جوانب هائلة تحير الإنسان. ولو جئنا نفكر في غرائز الإنسان لوجدنا في ذلك أيضا أمرا عجبا. ولكن حسبنا أن ننظر في هذا التركيب الظاهر لجسم الإنسان، هذا التركيب العجيب. فالإنسان متحف يرى فيه العبد صنع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء. خلق هذا الإنسان من نطفة مهينة هي المعبر عنها بلغة العصر أو بلغة الطب بالخلية. هذه الخلية لا تكاد تبصر حتى بأشعة المجهر، وقد أوجد الله سبحانه وتعالى فيها سر الحياة. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الخلية متضمنة لسر الحياة، فيها جميع الخصائص البشرية العامة المشتركة ما بين جميع الناس، وفيها الخصائص
السلالية الخاصة، يخلق منها الإنسان عندما تلتقي بالبيضة فيتكون من ذلك هذا الكائن. وفي هذا اللقاء نفسه سر عجيب، بل السير إلى أن يتم هذا اللقاء إنما يمر بمجاهل عجيبة يحار منها عقل الإنسان. ولا تلبث هذه الخلية أن تتحول إلى خلايا، تتولد منها خلايا لا نستطيع حصرها. والطب إلى الآن مختلف في قدر الخلايا التي يشتمل عليها جسم الإنسان. هناك من يقول بأن جسم الإنسان يشتمل على 50 مليون خلية، ومنهم من يقول يشتمل على 60 مليون خلية، ومنهم من يقول يشتمل على 100 مليون خلية، ومنهم من يقول يشتمل على 1000 مليون خلية. وحسبنا أن الإنسان في الثانية الواحدة يستهلك من الخلايا 125 مليون خلية في الثانية الواحدة، تذهب وتأتي أخرى لا يحس بها الإنسان. تذهب هذه الخلايا لتأتي خلايا أخرى بديلة عنها تتولد في نفس هذه الثانية. كل جسم من أجسامنا يستهلك هذا القدر من الخلايا، بحيث يستهلك في الدقيقة الواحدة 7500 مليون خلية، على أن كل خلية من هذه الخلايا سفر حافل بأسرار الله سبحانه وتعالى. لو أخذ الإنسان يدرسه طوال عمره لم استطاع أن يصل إلا إلى ساحل عبابه المتلاطم. كل خلية من هذه الخلايا هي بهذا القدر. وحسبنا أن الدراسات التي كشفها أحد الكاتبين أخيراً في الجزيئة، وما هي الجزيئة؟ هي شيء لا يكاد يذكر في الخلية، وهي التي يعبر عنها بالكروموسوم في لغة الطب. هذه الجزيئة كتب أحد الكاتبين بأنها لو شرحت تفصيلا بحسب ما وصل إليه العلم من أسرارها وعجائب صنع الله تعالى فيها، لا ملأ ذلك 900,000 صفحة، أي 40 ضعف للموسوعة الطبية البريطانية. هذا كله في هذه الجزيئة الدقيقة، هذا مما اشتمل عليه الإنسان. كل خلية من هذه الخلايا هي تحتاج إلى غذاء. الغذاء يذهب إلى الجسم إلى المعدة ويتوزع على هذه الخلايا بحسب حاجتها، بحسب حاجة كل خلية من هذه الخلايا، على اختلاف هذه الأغذية من المواد الدهنية ومن المواد السكرية ومن غيرها من المواد النشوية وغيرها من المواد، تتوزع جميعا على هذه الخلايا بأسرها بهذه السرعة المذهلة. هذا هو صنع الله تعالى. والله تعالى يلفت انتباهنا إلى هذه الآيات الكونية فيما أنزله علينا من الآيات التنزيلية. فالله تعالى يقول: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
كل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى متاعا لنا ومتاعا لأنعامنا التي ننتفع بها. على أن هذا المتاع لو قسناه بمقاييس البشر لوجدنا من غير السهل الوصول إليه، وإنما يسره الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل الغيث من السماء وجعل في الماء الذي ينزل خاصية للإنبات، وجعل التربة التي ينزل عليها الماء فيها خاصية للنبات، فعندما تلتقي الخاصيتان تنبت الأرض بمشيئة الله وتخرج أنواعا مما يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه الحيوان الذي جعله الله سبحانه وتعالى أيضا غذاء للإنسان. ثم مع هذا جعل الله سبحانه وتعالى حفظا لهذا النبات الذي ينبت من الآفات والآهات، ويسر الله تعالى نموه، ويسر الله تعالى نتاجه إلى أن يخرج من الثمار ما يخرج. والإنسان هيئ له الانتفاع بما يخرج من هذه الثمار، سواء ما يأكله بعد جنائه أو ما يأكله بعد إصلاحه وإعداده. فقد هيأ الله سبحانه وتعالى النار التي بها طبخ ما يحتاج إلى الطبخ من هذه الأغذية المتنوعة. هذه النار من أين جاءت؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. إنما النار هيأها الله سبحانه وتعالى تنضج هذا الطعام. ثم تناول هذا الطعام ليس بالأمر السهل، فاللقمة التي تدخل في فم الإنسان ثم في بلعومه حتى تصل إلى المعدة، هذه اللقمة ليس من الأمر السهل اليسير وصولها، إنما يسددها الله سبحانه وتعالى. لو انحرفت هذه اللقمة لجرت إلى الإنسان الحتف، وإنما هيأ الله تعالى لها الطريق الآمن وجعل هناك ضمانات تقيها من الانحراف لئلا تودي بحياة الإنسان. كذلك الماء الذي يشربه، من السهل أن يشرب الإنسان الماء هكذا حسب رؤاه وحسب تقديره، لكن لو نظر إلى الحقيقة وكيف يجري هذا الماء في مجراه لوجد أن جريانه مهدد بأخطار كثيرة. وإنما الله سبحانه وتعالى هو الحافظ الذي يحفظ الإنسان في جريان هذا الماء حتى يصل إلى قراره من جسمه، وإلا لكان هذا الماء سببا لحتفه. وقد تقع حالات من أجل تذكير العباد بالحاجة، كم من أناس يموتون بسبب طعمة يطعمونها أو شربة يشربونها. هذا مما يقع كثيرا للناس من أجل أن يدكروا، ومن أجل أن يعتبروا، ومن أجل أن يدركوا افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم فيما تلاه علينا الإمام حفظه الله تعالى في الصلاة من الآيات التي فيها التذكير بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ويأتي التقرير متكررا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من الذي يكذب بهذه الآلاء؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هذا الخلق الذي ذكرناه، وأنزل القرآن من أجل تعليم هذا الإنسان بحقائق الحياة وتبصيره بمنهاج الصحيح الذي يسير عليه. ومع ذلك أيضا علم الله تعالى الإنسان البيان،
والبيان ليس بالأمر السهل، مع أن حاجة الإنسان ملحة إلى هذا البيان. لو لم يعلم كيف يقضي مآربه وكيف يتفاهم مع بني جنسه، مع أن الحياة الإنسانية حياة اجتماعية يفتقر كل فرد من أفراد هذا الجنس فيها إلى مجموعة الأفراد الأخرى، ولا بد من التفاهم فيما بين هؤلاء الأفراد. وقد يسر الله سبحانه وتعالى هذا التفاهم بالبيان، وكل منا يتحدث ليعبر عن شعوره وما في قرارة نفسه وما يتطلع إليه وما يرغب فيه وما يحس به، ويرى ذلك من السهولة واليسر. ولكن لو لم ييسر الله تعالى هذا البيان، كيف كان بإمكان الإنسان أن يبين عما في نفسه؟ إن ذلك من الأمور العسيرة الصعبة. فنحن نعرف أن البيان يستوحى من الدماغ، ولكن الدماغ من أين يستوحيه؟ ذلك ما لا نعلمه. هناك حلقات في سلسلة البيان الطويلة نحن لا نعلمها، إنما نعرف هذه الحلقة أن البيان يشترك فيه الدماغ، وتشترك فيه الرئتان، وتشترك فيه الشعب، وتشترك فيه القصبة الهوائية، ويشترك فيه الحنك، ويتشترك فيه اللسان والأضراس والشفتان والهواء. ولكن كيف يكون ذلك مع أن الإنسان بطريقة سهلة يعبر عن شعوره متى ما أراد التعبير، يتحدث كيفما أراد أن يتحدث بكل سهولة وبكل يسر، كما أن حديثه يفضي إلى غيره ويصل إلى غيره بسهولة، إذ جعل الله سبحانه وتعالى لكل فرد من أفراد هذا الجنس الطاقة السمعية، وجعل الذبذبات الصوتية تنقل إلى هذه الطاقة السمعية بوساطة أشياء هيئها الله سبحانه وتعالى في أي وقت من الأوقات بكل سهولة وبكل يسر. فهذا كله يدل على أمرين، يدل على عظم الله سبحانه وتعالى، ويدل في نفس الوقت على نعمته التي أنعمها على عباده. الله سبحانه وتعالى هو أعظم من كل عظيم، وأجل من كل جليل، وأكبر من كل كبير، لا يقدر قدره ولا تحد عظمته، هو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، لا يفتقر إلى الأين. سبحانه جل عن الأين والمكان كما جل عن الحدث والزمان، وكذلك بالنظر إلى النعمة، هذه نعمة عظيمة أسبغها على الإنسان. لو نظر الإنسان فيما يفتقر إليه وما هو أحوج ما يكون إليه، لوجده ميسرا له أيما تيسير من غير عناء ومن غير ثمن. الأغذية التي يتغذى بها جسم الإنسان يسرت للإنسان بقدر الحاجة، بقدر حاجة الإنسان إليها. فالإنسان أحوج ما يكون إلى الهواء، لولا أن الله تعالى يسر هذا الأكسجين الذي نشتمه لكانت حياة الإنسان حياة خطيرة، حياة لا يمكن أن تستمر. قد هيأ الله سبحانه وتعالى هذا الخير العظيم الذي لا يقدر بثمن، هيأ في أي وقت
يستنشقه الإنسان في نومه وفي يقظته وفي ذكره وفي غفلته وفي فرحه وفي ترحه وفي حركته وفي سكونه، في جميع الأحوال يستنشق هذا الأكسجين من غير أن يدفع ثمنا في مقابل ذلك. من الذي يقدر قدر هذه النعمة؟ وبأي لسان يستطيع الإنسان أن يعبر عن شكرها؟ هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الحاجة إلى الماء الذي يسره الله سبحانه وتعالى أيضا، وإنما يحتاج أحيانا إلى بعض العناء حتى يصل إليه الإنسان، وكذلك يحتاج إلى بعض العناء حتى يستعمله. هذا الماء هو يأتي بعد الهواء في سلسلة، في حلقات سلسلة ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، وقد يسره الله سبحانه وتعالى تيسيرا. شاء الله عز وجل أن يهيئ الأسباب لوجود هذا الماء. لو ظلت المياه على ما كانت عليه لما أمكن للإنسان أن ينتفع بها. من الذي يستطيع أن يشرب من البحر الأجاج؟ وكيف يتوصل الإنسان بنفسه إلى أن يحول هذا البحر الأجاج إلى عذب الفرات؟ وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هنالك أسباب، وجعل في الطبيعة عوامل متعددة تشترك فيها الشمس بحرارتها ويشترك فيها الهواء، فيتبخر من هذا البحر ما يتبخر، ثم تدخل هنالك عوامل متعددة هيأها الله سبحانه وتعالى حتى ينهمر هذا الودق، وهو أعذب ما يكون، وهو صحي للإنسان، أعذب ما يتناوله الإنسان من الشراب، وهو في نفس الوقت أكثر ملائمة لجسمه وحاجة جسمه. ثم جعل الله سبحانه وتعالى له أوعية تحفظه، جعل له أوعية تحفظه في هذه الأرض، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لو شاء الله سبحانه وتعالى تشققت الأرض وغارت هذه المياه في أعماق الأرض، وما استطاع الإنسان أن يتوصل إليها بأي حال من الأحوال، ولكن جعل الله تعالى طبيعة هذه الأرض حافظة لهذه المياه. وهكذا ثم تأتي بعد ذلك الحاجة إلى الطعام، وقد يسره الله على أن هذا التيسير أمر عجيب، فالناس يتحركون ويعملون، ولكن لا يدري أحدهم لصالح من يعمل. قد يزرع الزارع هنا ويغرس الغارس ويعتني ويحصد الحاصد، وهذا الذي يجنى ويحصد بعد الغرس والزرع يؤكل في بلد آخر. قد يكون الزرع والغرس في مشارق الأرض ويكون ذلك رزقا يساق لمن هو في مغارب الأرض، وقد يكون بعكس ذلك. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى الأسباب لنقل هذه الأغذية التي تنتقل من مكان إلى مكان، وكما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى يمتن بالجوار في البحر كالأعلام. هذه الجوار هيئها الله سبحانه وتعالى لنقل هذه الأمتعة التي تنقل من مكان إلى مكان مع نقل الناس. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لذلك، كيف يمكن للإنسان أن ينتقل أو ينقل معه ما ينقله من مشارق الأرض إلى مغاربها؟ وإنما ذلك كله من تهيئة الله سبحانه وتعالى المنافع التي سخرها لهذا الإنسان. فهذا كله مما يجب أن يغرس حب الله سبحانه وتعالى في نفوس العباد.
هذا الحب كيف يترجم؟ الحب حب الله تعالى ليس دعوة وليس عاطفة جياشة إن وقدت خمدت وإن شبت انتفأت، وإنما هذا الحب حب عقيدة تمتلك النفس وتوجه حركات هذه النفس وانفعالاتها حتى تنساق في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الحب يترجم بالطاعة. ونحن نرى حب التفاهات الذي يكون عند كثير من الناس يؤدي بهم إلى عجائب شتى. كثير من الناس يعجبون بمن يسمون بنجوم السينما والمسرحيات وبالفنانين والفنانات، ولربما امتلك حبهم ألبابهم حتى أنهم إن أصيبوا بشيء ينتحرون. كثير من الناس ينتحرون بسبب وفاة أحد من هؤلاء، يحبون هؤلاء هذا الحب العجيب. حب الله سبحانه وتعالى أولى أن يمتلك القلوب. ومن شأن المحب أن يسارع في هوى محبوبه حتى يذوب هواه في هواه، ولربما ذابت هويته في هويته، بحيث لا تبقى للمحب شخصية، إنما تذوب شخصيته في شخصية المحبوب. وإذا كان هذا مما يقع فيما بين الناس أنفسهم، فكيف بحب الله تعالى؟ إن حب الله عز وجل حب يقتضي أن يطاع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن يتفانى الإنسان في حب الله عز وجل، بحيث يحرص كل الحرص على أن يكيف حياته كلها وفق أمر الله حتى ينال رضاه، وأن يدفع بحياة الناس إلى أن تتكيف وفق أمر الله سبحانه وتعالى، ليسود منهج الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ومن أولى أن يسود منهجه في هذه الأرض من الله؟ إنما الأرض هي جزء من مملكة الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي هو مستخلف فيها إنما هو عبد الله، خلقه الله سبحانه وتعالى ومرده إلى الله. فإذا حري بكل من يدعي حب الله عز وجل أن يحرص على تطبيق منهج الله تعالى في الأرض، وأن يتجنب كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فإن المحب من عادته أن يحرص على أن لا يطلع المحبوب على هنا من هناك. المحب من شأنه أنه يحرص على أن لا يراه محبوبه حيث يكره، وأن لا يفقده حيث يحب، بل يحرص على أن يكون وفق ما يريده محبوبه. والله سبحانه وتعالى هو المطلع على كل شيء مما يتلجلج في أعماق الصدور أو نطبقه في الخفاء، فكل ما يدور بنا وكل ما نشتمل عليه إنما هو معلوم لله تعالى، هو عليم بذات الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على كل ما نخفيه فيما بين حنايا ضمائرنا وكل ما نعمله في الخفاء عندما نرخي على أنفسنا الستور، فإنه ولا ريب علينا أن نحرص ونحن ندعي حب الله ألا يرى الله عز وجل منا إلا ما يرضيه عنا، وأن نتجنب كل ما يسخطه علينا. ونحن نرى
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليقرر أن هذا الحب الذي يحبه العبد ربه سبحانه وتعالى إنما يفيض من العبد إلى رسل الله تعالى المصطفين الأخيار وإلى أوليائه الأبرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يخبر بأن ملاك الإيمان أن يكون الإنسان محبا لله تعالى ورسوله حبا يفوق كل حب. حب الله تعالى أولا قبل كل شيء يفوق كل حب، ثم بعد ذلك يأتي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين وإماما للمتقين. الرسول الذي أعرب الله سبحانه وتعالى عن قدره ونوه بمكانته عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، أو إلا رحمة للبشر، أو إلا رحمة للأرض ومن عليها، وإنما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا كلام تنقطع دونه الألسن ويتساقط دونه كل بيان، لأنه إعلان من الله تعالى عن قدر هذا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وشأنه، وأنه يفوق جميع البشر. فلو حاول أحد بأي لسان وبأي بيان أن يعبر عن هذه المكانة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمكن لبيان أن يفي به، ولما أمكن للسان أن يعبر عنه، وإنما هو تعبير رباني يفوق كل تعبير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالعالمون جمع عالم، والعالم يصدق على كل مكان علامة ودليلا على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حب الله عز وجل، على أن حب الرسول يقتضي أن يتبع ويطاع ويقتدى به، والتأسي به صلى الله عليه وسلم هو علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم يأتي بعد ذلك حب المرء للمرء من أجل الله تعالى، وهو أن يتواد المؤمنون ويتحراحموا ويتعاطفوا على أن يكون قوام هذه المودة بينهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم أولياء الله تعالى الذين فرضوا الموالاة فيما بينهم بحيث يتولى بعضهم بعضا، وهم الذين جمعوا هذه الخصال، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجد كيف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم دليلا على
حب الله تعالى، فإن حب الله عز وجل عنوانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إنما جاء من عند الله، فالرسول هو عنوان المرسل، والمرسل هو الله، وقد أرسله من أجل أن يطاع. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جعل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة بين طرفي الحب، بين حب العباد لله تعالى الذي يدعونه، فإنه يصدق باتباع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحب الله تعالى للعباد الذي هو ثمرة لهذا الاتباع ونتيجة عنه. هذا الحب يترتب عليه غفران الذنوب، وما هي جائزة هذا الغفران؟ إنما جائزته، فالغفران جائزة هذا الحب، وما نتيجة هذا الغفران؟ نتيجته أن يبوئهم الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأنتم سمعتم أيضا الآيات التي تليت في ما قبل هذه المحاضرة، فالتالي تلا علينا صفات أولياء الله الذين لا يخافون ولا يحزنون. وصفهم القرآن بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي صفات أولياء الله. فإذا ونحن كلنا ندعي حب الله، علينا أن نصدق هذا الحب بأن نكون من المؤمنين، وأن نكون من المتقين، وأن نكون من المحسنين، وأن نحرص على اتباع النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. هذا المنهاج الذي إن سرنا عليه كنا صادقين في دعوة حب الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك سبباً لأن ننال حب الله عز وجل الذي يتبعه ما يتبعه من غفران الذنوب وتبوئتنا جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين لله ورسوله الصادقين في حبهم. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين، ومن حزبك المفلحين، ومن عبادك المخلصين، ومن جندك الغالبين، واجعلنا من الفائزين يوم الدين، وأورثنا يا الله جنة النعيم. اللهم اغفر لنا خطايانا كلها، سرها وظاهرها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، ووفقنا للعمل بما نعلم، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم إنا نسألك أن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا،
ويقينا صادقا راسخا، وعلما نافعا رافعا، ورزقا حلالا واسعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد، وأكرم من سئل، وأحلى من أصي. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.